السلام عليكم، انا اب طفل لي طود ظرف سويسي مستشفى سويسي، ما عرفت واش ميت واش حي، والمراه ملي شافته كتقول لي راسو زعار، وملي شفتو انا شفتو راسو كحل، ما خليت ما درت، ما خليت شحال من باب دقيته، ما جاوبني حد، ما عرفش فاش وقع هادشي؟ هادشي وقع من نهار لحد الاثنين ثلاثة الاربعة عاد في داك الدري، يعني هذاك بان لي ماشي ولدي، ماشي ما فيش المواصفات اللي عطاتني المرأة. الحالة النفسية اللي كنتي كتعيشها انت والزوجة ديالك بعد ما فقدتوا الابن ديالكم؟ الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. المرأة اي وقت ما كتفكر كتبكي، ولا تشوف شي فيديو ديالي كتبقى غير تبكي، وما بغاتش تهضر كاع على هادشي. الحمد لله على كل حال. الاجراءات اللي درتوها؟ اجراءات مشيت رفعت الشكاية عند وكيل الملك، صيفطني عند البوليس، ونهار الجمعة واليوم الثلاث مازال ما جاوبني حد، مازال ما جاوبونيش. ومن هذا المنبر كنوجه رسالة للوالد ديالنا جلالة الملك محمد السادس، الله ينصره، يدخل لي في هذا الامر. ما خليت تابع، ما خليت فين دقيت، ما جاوبني احد، عندنا غير هو والله، هو اللي عندنا، الله ينصره، يدخلنا في هذا الامر. وبغيت الحقيقه، بغيت ولدي، بغيت الحقيقه دولدي، واش ميت واش حي، بغيت الحقيقه.